يعني القديمة، إنه شلون كنا شلون صرنا إيش صار. هلأ أنا بدي أجاوبك على سؤال سألتيه أنتي مرتين وما حدا جاوبك عليه. نحن لما طلعوا المسلحين من عنا من حلب بالباصات الخضر، عيالهم ضلت هون ودرسوا بالمدارس، استوعبتهم الدولة بالمدارس الحكومية. هن عم يدعوا إنه لا الدولة اللي هجرتهم. هاي أول شغلة. ثاني شغلة كمان، ما عدا الأبناء السوريين في عنا أبناء المسلحين الأجانب، 25,000 مجهول النسب بحلب. هذا أبوه أبو محمد الشيشاني وأبو حسن البغدادي وصالح السوداني والمصري والليبي والشيشاني والأفغاني والباكستاني، هدول كلهم أبهاتهم إجوا وتزوجوا قصر حلبيات وأنجبوا منهم أولاد. ولما الجيش العربي السوري حرر حلب تركوا عيلتهم يلي هي ابنك تركه، لأنه هو مجاهد يعني بتعرفي أنت، هو كتير إنساني. ترك مرته وابنه، مرته قاصر وابنه طفل رضيع أو ربما عم يحبو، تركه وراح واستوعبته الدولة السورية. الحالات هي 25,000 مجهول نسب بحلب. أنت مستوعب العدد؟ تمام. مستوعبته الدولة حاليا؟ تمام. بقى شلون نحن رحلناهم؟ بالنسبة للأمور الخدمية من 2016 لحد الآن، حجم الدمار يلي كان بحلب، طبعا أنا بحكم عملي بالمكتب الاقتصادي، نحن على علاقة بالأمور الخدمية بيسمينا ميسر بين الشام وحلب وبين المواطن والمحافظة ومجلس المدينة والمؤسسات. فنحن كان عندنا 4,000 مركز تحويلي مدمر، تصلح منا بالكهرباء، تصلح منا 2,150 بست سنين، 4,000 بأربعين سنة، تصلح منا 2,150 بست سنين. أنت ملاحظة حجم العمل؟ بلى. يعني شقد بقي عندي؟ بقي عندي 1,850. بحضور السيد الرئيس بالعيد من 4 شهور طبعا منحنا 150 مركز تحويلي، وقال لازم المفروض ان تتركب قبل راس السنه، تركب منها 110، باقي حاليا 40 تقريبا. ان شاء الله يعني الشباب بشركه الكهرباء ما بدهم يعطلوا، بدهم يخلصوها لنهايه السنه، لانه وعدوا السيد الرئيس انه يكملوها. بالنسبه للمياه عندنا نحن 22 وحده اقتصاديه مدمره، صلح منها 16 بست سنين، من 22 تصلح 16. نحن عملنا، كان في عنا 3 محطات بحلب يلي هي محطة باب النيرب وتيسير الحلبي واللي بالمهندسين، طبعا الناس ما كانت تعرفها قبل الحرب، بعد الحرب صرنا نعرفها. ليش؟ بيطلع مدير مؤسسة المياه بيقول لك مقطوعة من باب النيرب، وباب النيرب خارج السيطرة، ضربة سليمان الحلبي تضررت فانقطعت المي عن حلب. صارت الناس عرفت كمان انه في بالمهندسين، صارت تروح جمعية المهندسين لحتى تجيب مي صالحة للشرب، لبينما المؤسسة عملت حفرة الآبار لحتى الناس تشرب. فصار عندي انا يعني كمان حجم العمل من 16 ل 400، مراكز التحويل 4,000، 2,150، محطات التحويل 34 محطة مدمرة كانت بال 2016، حاليا تصلح منها 22 محطة، وفي محطة هي محطة باب النيرب حاليا قيد الإنشاء. هلا هدول كله إنجاز، يعني نحن ما عم نطلع بنعطي أرقام، مو إنه قاعدين بلا شغل بالآخر. لا ما حدا قاعد بلا لكن شغل، لكن الدمار كبير. الدمار هائل، دمار ما ممكن أي عقل إنسان يستوعبه. بس أنا بعطيكي أرقام إنه هذا كله تصلح، هذا كله تصلح. مين يلي صلحه؟ نحن بنحب نقول عن حالنا الجيش الخدمي بحلب،